السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في ويب كودينغ. اليوم بإذن الله عندنا لي كونديسيون باش نطرقوا لي كونديسيون. خاصنا ضروري نكونوا فاهمين الطابلو دو فيغيتي. الطابلو دو فيغيتي اشنو فيه؟ فيه البوليان. نجول هنا نحاولوا نشرحوه. الطابلو دو فيغيتي كيكون عندنا جوج نقولوا دو كونديسيون مثلا قابلين للتحقق. مثلا عندنا ا هكا وهناك تكون عندنا بي. نشرحوه بطريقه زوينه غير بقاو معنا. هاد ا ممكن تاخذ القيمه واحد وبي ممكن تاخذ القيمه صفر. شنو هي واحد؟ واحد هي ترو وزيرو هي فولز. اذا هنا كنهضروا على البوليان. البوليان كتنقسم لجوج، اما ترو واما فولز، يعني اما واحد واما زيرو. دائما كنقول لك باش تعرف اين وحده في هذا ترو الافضل. مثلا اعطي دائما مثال بسيط، اما الاحسن واحد ولا صفر. اذا واحد احسن، على الاقل صفر موجب للسقوط. دائما باش الانسان يعقل على ترو من فولز. ممكن هنا جميع الاحتمالات، ممكن تاخذ هنا زيرو وبي تاخذ واحد، ممكن هنا تاخذ واحد وممكن هنا تاخذ واحد، وممكن هنا تاخذ زيرو وممكن هنا تاخذ زيرو. دابا اشنو درنا؟ درنا جميع الاحتمالات اللي ممكن تاخذها ا و بي. الان عندنا ا بار. شنو هي ا بار؟ هي العكس كونترير ديال حاجه معينه. الكونترير ديال واحد هو صفر، وديال صفر هو واحد. كنقرا هنا وكنعطي العكس ديالو. وديال واحد هنا هو صفر، وديال زيرو هو واحد. بي بار هي الكونترير ديال بي. غادي تفهموا هادشي مزيان، وهاد الطابلو جد ضروري باش تفهموا، ما تحاولش تفوتوا. هنا عندنا صفر يعني هنا واحد، وهنا عندنا صفر، وهنا عندنا صفر، وهنا عندنا واحد. الان فاش كيجو دو كونديسيون عندك كتبغي تشوفهم واش غيتحقق. مثلا عندك ا اند بي. اند كنرمزو ليها بحال هكا في اللونغاج، كنديروها هكا وبحال هكا. دابا الا كانت عندك ا و بي، اند اش كنعنو بها؟ واو العطف، يعني تحقق ليا ا ويتحقق ليا بي في نفس الوقت في ان واحد، هما معا. نجيها نعطيها بواحد الطريقه زوينه وهي رمز ليها بي في. الان فاش كنجي نعطيك ا اند بي وتبغي تشوف اش غيخرج لك، مثلا هنا عندك ترو وعندك هنا فولز، باش تعرف اش غيخرج لك طريقه جد سهله. هذيك اند ردها هي في، ودير واحد في صفر هتعطيني صفر. هذه هي النتيجه ديالهم. هنا عندي صفر اند بي، صفر في واحد هيعطيك صفر، وعندك واحد في واحد كتعطيك ترو هتعطيك واحد، وصفر في صفر كتعطيك صفر. اند كتعني ان يجب ان يتحققا معا ولا تعطيك فولز. اما يكونوا بجوج ترو باش يعطيك ترو، وباقي الحالات كتكون فولز. مفهوم؟ كيف كتشوف هنا واحد مع واحد عطاتك واحد فقط، هنا ما عطاونيش ترو لانه ماشي بجوجهم بحال بحال. الا جينا هنا ودرنا اور يعني او، نجول هنا مثلا عندنا ا اور كي كنرمزو ليها، كنرمزو ليها بهذا الرمز هكا، خط عمودي او نقول شاقولي. فين كتلقاه؟ في الكلافي في ستة. اذا وغادي نجي وندير بي. هاد اور يعني وحده فيهم تكفي، يعني اما ا او بي، شرط واحد فقط يتحقق. الان الا كان الشرط ديال ا محقق والشرط ديال بي غير محقق، كي غدير النتيجه؟ هاد اور ممكن ترمز ليها تا بي، ترمز ليها بي زائد. بمعنى رجع لهنا، رجع الاند. الان فاش كنا نقولوا ا اند بي يعني خاص هاد الشرط يتحقق، وهاد الشرط حتى هو يتحقق. كنجيو لهنايا كنلقاو هنا شرط محقق ترو، ولكن هنا فولز غير محقق.
اذا حنا قلنا ناخذوهم هما بجوج مع بعضياتهم، ان فوا ما لقيناش الشروط بجوج محقين عطاتنا فولز. وانا باش نسهل لك الفكر ديالك ديال اللوجيك وتبقى اللوجيك ديالك خدام، قلت لك ردها فوا وتهنى. جي شوف ترو مع فولز ردها ضرب، واحد في زيرو تعطيك زيرو، وهكذا نفس الطريقه غادي نتبعو هنا. ايوا تبقى مخدم اللوجيك، هذا تحقق هذا ما تحققش ردوا جمع. اجي لهنا شوف واحد الا ضربت الا زدت عليه زيرو هيعطيني واحد يعني فولز، زيرو الا زدت عليه واحد هيعطيني ترو، واحد زائد واحد هيعطيني واحد ما يعطيكش اثنان. رد البال ما يعطيكش اثنان لان دائما البوليان اما صفر ولا واحد. زيرو زائد زيرو هيعطيني فولز هيعطيني زيرو، مفهوم؟ اعيد الان باش ما تبقاش تخدم اللوجيك ديالك ومصدع راسك وعندك بزاف ديال المشاكل. هنا كيعطوك واحد الكونديسيون، هنا مثلا انا نعطي المثال هنا كيجيو لهنا مثلا كيعطوك كونديسيون هنا وكيعطوك اند وكيعطوك معاه كونديسيون بي. انت هتشوف هل هنا هيعطيني ترو ولا فولز، كنردها ضرب كنشوف هذا واش ترو ولا فولز ونشوف هذا واش ترو ولا فولز وكنضربهم في بعضياتهم. الى عطاني زيرو راه فولز، الى عطاني واحد راه ترو يعني محقق. قلنا بالنسبه للاور هي او يعني تحقق غير واحد فيهم، واحد فقط قابل للتحقق كيعطيك ترو. حنا باش ما تبقاش تفكر بزاف عطيناك طريقه جد سهله، هي قلبهم البليس ودير واحد زائد زيرو غتعطيك واحد وهكذا تتكمل. الان الى جينا هاد اخبار ودرناها مع اند ابار كنجيو كنديرو بحال هكا، مثلا عندنا اخبار اند بي اخبار. هاد اند عاوتاني قلنا الرمز ديالها هو هذا في لونغاج. هاد اند يعني ان الشرطين يجب ان يتحققا معا، ولكن انا قلت لكم ردوها غير ضرب، ردها ضرب باش الامور تسهل عليك. غتجي لهنا هنا هنا وكدير زيرو في واحد هتعطيني زيرو، وزيرو واحد في زيرو هيعطيني زيرو، وزيرو في زيرو هيعطيك زيرو، وواحد في واحد هيعطيك واحد. اذا هنا اللي كاينه ترو فقط، هنا اللي الشرطين تحققا معا. الان اذا كانت عندنا مثلا اند بحال هكا بي وجينا ودرنا بار ليهم كاملين، بار درناها بحال هكا، هنا وحده هنهزو، هادي ما هنهزوهاش، وحتى هادي ما هنهزوهاش، حتى هنديرو ليها العكس ديالها. كيف كتشوف هنا عندنا ا اند بي، وهنا عندي ا اند بي وعندي بار، يعني غنجي لهنا البار ديال هادي، بار ديال هادي، مفهوم؟ ديال هادي، يعني هادشي اللي خارج ليا هنا هناخد العكس ديالو. هنا عندي ترو، هنا عندي فولز هتولي ترو، بار هي الكونتخيغ هي العكس ديالها. هنا عندي زيرو هتولي واحد، هنا عندي واحد هتولي زيرو، وزيرو هتولي واحد. أعيد الآن هادي كتليق لك في لي كونديسيون في لي بوكل في بزاف ديال الحوايج، ضروري باش تكون فاهم الطابلو دو فيغيتي. طابلو دو فيغيتي كيكون فيه البوليان فولز و ترو. عندنا اند ا اند بي، يعني اند يعني ان ا و بي يجب ان يتحقق الشرطين معا، يكونوا بجوجهم ترو باش يعطوك ترو. حنا باش نسهلوا لك المساله ديال اللوجيك قلنا لك ردوا ملتيبليكاسيون، ردوا ضرب، اضرب ترو في فولز وشوف شحال تعطيك، زيرو في واحد هيعطيك زيرو، وهكذا. بالنسبه للاور قلنا لك هي او يعني شرط واحد يجب ان يتحقق كيعطيك، الى تحقق غير ا كان ترو مثلا راه يعطيك ترو، الى مثلا ا كان فولز ولكن بي كان ترو راه تا الاخر يتحقق. هادشي علاش كنقول لك ردو بليس. حاول تخدم هاد الطابلو كذا مره. نتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.